وزي ما شفنا مع حضراتكم في التقرير ان الفعاليات للمهرجان كانت مليانه بفعاليات مختلفه ومميزه ومختلفه جدا، وعكست حاله من البهجه والسعاده والابداع على المشاركين. خلونا نتكلم عن حصاد الفعاليات مع الكاتب الصحفي حسن ابو العلا مدير مهرجان اسوان لسينما المراه. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ بسنت، صباح الخير يا استاذ احمد، صباح الخير على كل جمهور، صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا استاذ حسن. يعني في البدايه عاوزين نعرف من حضرتك ونعرف مشاهدينا بتفاصيل الدوره هذا العام واهم الفعاليات فيها. اولا بشكر صباح الخير يا مصر انه اتاح لنا الفرصه ان احنا نتكلم عن فعاليات الدوره السابعه لمهرجان اسوان الدولي لافلام المراه. السنه دي كانت سنه فارقه لانها خرجت في ظروف صعبه شويه. العالم كله بيمر بأزمات اقتصادية والحقيقة يعني مش عايز أتكلم عن الأزمات، أنا عايز أتكلم عن الحاجات الحلوة اللي كانت في الدورة. الحمد لله الدورة يعني كان فيها يعني مسابقات أفلام غنية بالتجارب السينمائية المهمة من جميع أنحاء العالم، مسابقة الأفلام الطويلة يعني في حفل الختام، لجنة تحكيم برئاسة المخرجة الفرنسية المهمة جولي بورتيتشيلي قالت إنه مستوى الأفلام كان ممتاز جدا وإنه إنهم يعني مبهورين بجمال وسحر مدينة أسوان. ويعني في مداعبة لطيفة جدا في حفل الختام قالوا إنه انتوا مش محتاجين تدوروا على لجنه تحكيم للسنه الجايه، احنا مستعدين نيجي تاني السنه الجايه. ده شعور اغلب ضيوفنا من الاجانب، لان ده هدف من اهداف المهرجان انه الناس تشوف مصر الجميله، ترويج لمصر السياحيه. بالظبط يا فندم، جهود الدوله احنا بنتماشى معاها تماما ان احنا يبقى في جزء من اهدافنا ان العالم يشوف مصر الجميله. يشوف اسوان احد اجمل المدن المصريه اللي لازم العالم كله يشوف جمالها وروعتها. صحيح. يعني كان عندنا مسابقه الافلام القصيره فيها افلام مهمه وعروض عالميه. احنا السنه دي كان عندنا مجمل العروض العالميه الاولى في المهرجان، 10 عروض عالميه اولى بنعرض افلام تعرض لاول مره في العالم. الحمد لله يعني ده شيء يحسب للمهرجان. كان عندنا في ظل الازمه اللي كلنا عارفينها بتعيشها السينما المصريه، كان عندنا 5 افلام مصريه بتعرض في المهرجان في مسابقه الفيلم المصري، افلام طويله منهم 3 افلام عروض عالميه اولى وفيلمين عرض عالمي في قاره افريقيا. طيب احنا بنتكلم عن 7 سنين من الدورات المختلفه، وبعد كل دوره من كل سنه احنا كنا بنقول لا يعني يمكن السنه الجايه في او ما فيش دوره ثانيه، لكن بيبقى فيه والمهرجان النهارده قدر ان هو يحط لنفسه قاعده خليني اقول جماهيريه، سواء من الفنانين او الكتاب او حتى الفنانين الاجانب اللي عايزين يشاركوا فيه. فخلينا نعرف سر نجاح المهرجان النهارده ومنافسته يعني وبشده للمهرجانات الاخرى. والله انا اتصور ان سر نجاح المهرجان يكمن في ارتباط اهل محافظه اسوان بالمهرجان. يعني الحمد لله اغلب الفعاليات اللي شاهدها المهرجان سواء ندوات او عروض افلام وحتى الورش اللي شفنا جزء منها في التقرير اللي حضراتكم عرضتوه، يعني في تواجد مكثف جدا 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 من اهل محافظه اسوان، اللي هم الثروه بتاعتنا اللي احنا نجحنا ان احنا نشكلها على مدى 7 سنين. الندوات مليانه، العروض الافلام مليانه، الورش العمل عليها اقبال، ورش التدريب عليها اقبال كبير. احنا السنه دي كان معانا ما يفوق 220 متدرب في الورش. بقينا بنشتغل في اسوان على تقريبا مدار العام، مش بنروح نعمل ورشه اسبوع او اسبوعين ونروح. في حفل الختام اعلنا عن انطلاق برنامج كادر لتدريب متدربات او لتخريج متدربات عشان المدربات دول يروحوا يدربوا البنات في قرى
وده برنامج طموح عشان احنا هنروح القرى، مش القرى هي اللي هتجي لنا. برنامج طموحه بينم عن مسؤولية مجتمعية أيضا من جانب القائمين على هذا المهرجان تحديدا. لكن عاوز أعرف عن حضرتك بقى يعني فيما يخص المكرمين خلال الافتتاح أو الختام تحديدا. والله احنا السنة دي كرمنا 5 من رموز سينمائية من مصر. كرمنا 3 شخصيتين مهمين جدا، النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، والإعلامية القديرة الدكتورة دورية شرف الدين. وطبعا نبيلة عبيد كلنا عارفين تاريخها الطويل في السينما والأعمال المهمة اللي قدمتها، وهي كانت صوت إحسان عبد القدوس على شاشة السينما في لسنوات طويلة. والإعلامية القديرة دورية شرف الدين طبعا يعني كانت منصة لعرض الأفلام العالمية قبل زمن المنصات بسنوات طويلة. يعني كانت وما زالت هي ليها برنامج عندنا هنا في القناة الأولى، وهي أستاذتنا طبعا. طبعا أنا بتكلم عن نادي السينما تحديدا. يعني لأنه ما فيش ربنا عليه طبعا كلنا بالضبط، جيلنا كله كان مرتبط جدا بنادي السينما، وكان هو النافذة الأهم في عرض الأفلام الأجنبية. أكيد صحيح. نشكرك. وعايز اقول بس كمان كان عندنا 3 تكريمات اخرى مهمه. اتفضل. المخرجه التونسيه الكبيره سلمى بكار. نعم. والمخرجه الهولنديه المهمه ميكا ديونج. والنجمه الاسبانيه كوكا اسكريبانو. وهي تكريمات انا شايف انها بتضيف للمهرجان طبعا، وبتعمل ثراء للحاله اللي عاشها المهرجان في دورته السابعه. اكيد. يعني بالتوفيق في الدورات الجاية، وألف مبروك على نجاح هذه الدورة. بنشكرك الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان لسينما المرأة.